بلادكم بالخير والبركة. أرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب مع انطلاقة شوطنا الرابع والشوط الأول للجعدان. الثنايا المهجنات الأصايل من مسافة 8 كيلومترات، مسافة الكبار وتحديات الكبار، مباشرة مع المركز الأول مع مقدمة الشوط ومع كفو على المركز الأول من هجن الرئاسة يتواجد المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من يقدم كفو على المركز الأول والانطلاق الأول. نتابع المركز الثاني، ثاني التحدي ولكن هنالك رياض من غير الامور وانطلق مع المركز الاول من هجن الرئاسه مبارك بن احمد بن ماجد الخيلي المميز من يسيطر على المركز الاول ومقدمه هذا الشوط من خلال انطلاق رياض على المركز الاول. نتابع المركز الثاني، المركز الثاني كفو على ثاني التحديات ايضا من هجن الرئاسه وراشد بن محمد بالسم المنصوري من يتواجد مع المركز الثاني. المركز الثالث يتواجد حملول لمعالي الشيخ محمد بن بطيء آل حامد محمد بن سعيد بن بروك الحميري يتواجد على المركز الثالث. المركز الرابع يتقدم متوكل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع يتواجد في عملية التضمير والمتابعة. بينما المركز الخامس، المركز الخامس هنالك الأساع أيضا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والمضمر طارش بن مبارك بالقوبع الحميري يسيطر مع المركز الرابع والمركز الخامس. المركز السادس هنا يتقدم سلهود من هجن الرئاسة مع الظافر علي بن جميل الوهيبي من يقدم لنا سلهود على سادس التحديات. بينما المركز السابع يتواجد شاهين لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي في عملية التضمير والمتابعة. بينما المركز الثامن مشاهدينا متابعينا الكرام هنالك شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن سالم المسافري من يحتل المركز الثامن. المركز التاسع يتواجد في هذه اللحظات الاسم المنطلق شاهين لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في عملية التضمير والمتابعة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للأسماء المنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط، الرياض على المركز الأول، الرياض على الانطلاق، الرياض يسيطر على مجريات وتحديات هذا الشوط من هجن الرئاسة المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي يسيطر المميز مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط مع أول أشواط الجعدان المهجنات الأصايل. المركز الثاني نتابع ثاني التحديات الأسماء القادمة هنالك كفو، كفو من هجن الرئاسة المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري يقدم لنا كفو على المركز الثاني. المركز الثالث يتواجد متوكل مع ثالث التحديات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير والمتابعة يتقدم مضمر الخبرة على المركز الثالث. المركز الرابع يصل الآن هملول، انطلق هملول يتواجد هملول على المركز الرابع لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد محمد بن سعيد بن بروك الحميري من يحتل المركز الرابع. المركز الخامس هنا يتقدم سلهود من هجن الرئاسة يتقدم مع الظافر علي بن جميل الوهيبي على المركز الخامس. 4 كيلومترات انقضت وتبقى مثلها 4 كيلومترات مليئة بالتحديات مليئة بالمنافسة ومقدمة الشوط والسيطرة هنالك مع المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي يقدم لنا الرياض، الرياض المسيطر على مجريات وتحديات هذا الشوط وشعار هجن الرئاسة على المركز الأول على مقدمة هذا الشوط. نتابع المركز الثاني يتواجد كفو، كفو لا زال متواجد في دائرة التحدي ودائرة الصراع مع المركز الثاني مع المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري من يقدم لنا كفو، من يقدم كفو على المركز الثاني. المركز الثالث الاسم القادم لا زال هنالك متوكل على ثالث التحديات ولكن غير هملول، انطلق هملول
لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد محمد بن سعيد بن بروك الحميري. ولكن سلهود من الجانب الايمن من هجن الرياسة يتقدم الان الظافر علي بن جميل الوهيبي لتكتمل الثلاثية المميزة على مقدمة الشوط، ثلاثية من هجن الرياسة على الثلاثة المراكز الاولى، الرياض وكفو وسلهود على الثلاثة المراكز الاولى، بينما المركز الرابع متوكل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير والمتابعة مع المركز الرابع. وخامس التحديات يتواجد هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد محمد بن سعيد بن بروك الحميري من يحتل المركز الخامس. هذه النتيجة للخمسة الأسماء الأولى، للخمسة النجوم، للخمسة العمالقة المنطلقة معنا على المراكز المتقدمة. لكن ما بعد الخمسة الأسماء الأولى نتابع هنالك الأسماء القادمة مع المركز السادس والسابع وحتى المركز العاشر. يتواجد هنا مع المركز السادس شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وسعيد بن عبيد السبوسي في عملية التضمير والمتابعة قائدا للرحلة الثانية للمرحلة الثانية. هنا مع الانطلاق مع سادس التحديات المركز السابع مشاهدينا متابعينا الأعزاء شاهين لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمير من يحتل المركز السابع، بينما المركز الثامن هنالك الأساه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير والمتابعة مع المركز الثامن. المركز التاسع يتواجد شاهين لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى التحديات، ونعود إلى الرياض المنطلق مع المركز الأول، الرياض الذي يبتعد كل البعد عن المركز الثاني والثالث. مع المركز الأول هنالك من هجن الرئاسة ومع المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي أحد المضمرين الكبار المميزين، بل هو المميز على مقدمة الشوط على المركز الأول من خلال انطلاق الرياض منذ بداية هذا الشوط وحتى هذه اللحظات، مسيطر سيطرة تامة على مجريات وتحديات هذا الشوط. المركز الثاني الاسم القادم هنالك سلهود، غير سلهود انطلق سلهود على ثاني التحديات من هجن الرئاسة الظافر علي بن جميل الوهيبي من يقدم سلهود. المركز الثالث كفو من يحتل المركز الثالث من هجن الرئاسة راشد بن محمد السم المنصوري المستحيل على ثالث التحديات. المركز الرابع نتابع هنالك مشاهدينا متابعينا الكرام الأسماء القادمة والمنطلقة مع رابع التحديات وشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم مع متوكل مع المضمر طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير والمتابعة. ولكن نعود إلى التحديات، نعود مع شعارات هجن الرئاسة على المركز الأول والثاني والثالث، الأسماء التي بدأت تنطلق وتبتعد كل البعد عن بقية المراكز. القيادة مع الرياض، الريادة مع الرياض، الانطلاق مع الرياض من هجن الرئاسة المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، هو المسيطر مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط. الظافر يقترب الآن، يقترب مع انطلاق سلهود على المركز الثاني من هجن الرئاسة علي بن جميل الوهيبي من يقدم سلهود على المركز الثاني. المركز الثالث كفو القادم مع ثالث المراكز من هجن الرئاسة والمستحيل راشد بن محمد السم المنصوري يقدم لنا كفو، ثلاثية مميزة، الموج الأحمر على مقدمة هذا الشوط. ولكن القيادة هنالك، أعود مع الرياض، الرياض يقترب، يقترب من الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، وسلهود يشكل الخطر وبدأ يقترب، بدأ يقترب هنا من مقدمة الشوط. الأخير الكيلو الخطير، كيلو التحديات المقدمة هنا مع الرياض. ولكن غير سلهود، انطلق سلهود، ظفر الظافر مع مقدمة الشوط، مع
مع انطلاق سلهود من هجن الرياسة، علي بن جميل الوهيبي على المركز الأول. المركز الثاني يتواجد الرياض القادم من هجن الرياسة، مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي يقدم لنا الرياض مع المركز الثاني. وثالثا كفو من هجن الرياسة، ولكن مقدمة الشوط أبقى هنا مع المقدمة، مع التحديات، مع سلهود والرياض، الرياض وسلهود وشعار هجن الرياسة. الظافر علي بن جميل الوهيبي والمميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. سيطرة رئاسية على مقدمة الشوط، جولة التحديات، الجولة الأخيرة، جولة الأوامر. سلهود لا زال مع المركز الأول من هجن الرئاسة. الظافر علي بن جميل الوهيبي يسيطر على مقدمة الشوط ويندفع مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط في أول أشواط الجعدان. المهجنات الأصايل، يا سلام يا سلام. سلهود لا زال على مقدمة الشوط، المركز الثاني الرياض من هجن الرئاسة. مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي من يحتل المركز الثاني، ولكن سلهود واللحظات الأخيرة بدون أي أوامر. سلهود حتى هذه اللحظات لم يصدر أي أوامر على سلهود. اللحظات الأخيرة منطقة الثيل وسلهود مع الناموس، الناموس مع الرياسة. تهانينا والناموس لهجن الرياسة على فوز سلهود بالمركز الأول. اللحظات الأخيرة والناموس يبقى مع هجن الرياسة ومع سلهود من هجن الرياسة. الظافر علي بن جميل الوهيبي المركز الثاني. وصل الرياض من هجن الرئاسة مع المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة. بينما المركز الثالث، المركز الثالث لسه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم طارش بن مبارك بالقوبع من وصل مع المركز الثالث. المركز الرابع متوكل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. المركز الخامس وصل هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد، محمد بن سعيد بن بروك الحميري. إذن تهانينا والناموس لهجن الرئاسة على فوز سلهود بالمركز الأول. تهانينا والناموس للظافر علي بن جميل الوهيبي. كما تشاهدون على شاشة أبوظبي الرياضية لحظات الانطلاق، لحظات الاندفاع، لحظات الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وللظافر علي بن جميل الوهيبي على فوز سلهود بالمركز الأول. قطع مسافة 8 كيلومترات 13 دقيقة 11 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني وصل الرياض من هجن الرئاسة مع مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي من وصل مع المركز الثاني. 13 دقيقة 12 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث المركز الثالث للساعي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم. التوقيت الزمني للحظات الوصول قاطع مسافة 8 كيلومترات كما تشاهدون على شاشة أبوظبي الرياضية. 13 دقيقة 33 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.